فيديو انا هعيد تاني لو سمحت. انا بتكلم حقيقي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشتوني يا حبايب قلبي. النهارده خلي نمر يلبس حته مقلب ما حصلش. يا اختي الغالي وصايه النهارده، وصايه اصبر عليا، ده انا هطلع عليك القديم والجديد. بص انا مسخنه ايدي النهارده. انا عايزه اقول لكم ان اليومين اللي فات كنا مشغولين مع بيبي هرمس. الحمد لله هرمس اتحسنت. قلت لازم يا نمر اعمل فيك حته مقلب، لان انا عارفه ان انا لو ما عملتوش هيتعمل فيا. فقلت له يا نمر انا نازله، على بال ما انت تستحمى وتلبس نازله اصور فيديو للقناه الجديده. انا عملت قناه جديده يا جماعه، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت وفي الديسكريبشن، وهنزل لكم مواصفات جامده جدا. استنوا مني كل جديد. اشربوا بشكل يومي، ادخلوا بسرعه على القناه شوفوا ايه الوصفه بتتعمل ازاي قبل ما نبدا الفيديو الفظيع ده. بعيدا عن ده كله، حلو في اورنج صح؟ في برتقال. تمام، حلو. انت كده هتقولي لهم الوصفه، مش هيدخلوا على القناه. ادخلوا على القناه بسرعه. بعيدا عن ده كله، نمر لسه صاحي يا عيني، بيستحمى وبيلبس وهينزل يلبس حته مقلب. انا قلت له تعالى نصور فيديو الاسئله بدون مونتاج. طبعا مفيش الكلام ده، انا منزله عشان اعمل فيه مقلب. تحسوا يا جماعه بيغيب اكتر مننا، يعني احنا بنقعد نمكيج ونكوي ونلبس. بصوا في الصيف انت بتدخلي الحمام بتعلقي اصلا. انت طبعا لسه صاحي من النوم، بيقول لي لا مش هصور فيديو، اهم حاجه كل الاول. قلت له لازم نصور فيديو الاسئله بعد كده كل. لو يعرف ان انا حرقت لكم الاكل. ايه سابتني، قالت لي بصي يا الاء 10 دقايق وادفع الاكل. اكل مين؟ ده العادي بتاع الاء يا جماعه. مره قلت لي انا النهارده، كان اول مره في حياتي اطبخ. لا والله لازم احكي له. انا النهارده عامله لك صينيه فراخ بالبطاطس، فضلت انا فرحانه زلتها بيها طول اليوم. طول اليوم بتزلني انا عامله لك النهارده. انا قلت ياه مصدقه نفسي. تخيلوا يا جماعه الاقي فرخ، الاقي لقيتها داخله عليا بصينيه كده صغيره. الصينيه فيها كتكوت متحنط، عارفين لما كتكوت محروق متحنط؟ فرخه. والله استني فرخه. وبعدين لقيت فرخة حاجه تحت، عارفين عامله زي ايه؟ البصله ما تتحرق وتبقى واقفه مقعره كده، عارفين الشكل ده؟ فبقول ايه ده؟ قلت لها ده ايه؟ قالت لي اصل انا نسيتها شويه يعني في الفرن، ايه المشكله؟ قلت لها طب والبصل المتحنط اللي تحت ده؟ قالت لي لا ده دي البطاطس. قلت لها ما تدخليش افضل يا بنت، مش طبخها تاني. ما تدخليش المطبخ تاني. بصي ايدك ما تطبخليش تاني. النهارده قلت لها بس يا الاء انا هلبس، خدي بالك من اللي على النار. الحمد لله بقوا زي البطاطسايه دي بالظبط. بس هو اتحمر ما اتحرقش، هو اتحمر. على فكره ما عندكيش ريحه الدم. في ايه؟ سايبه الاكل لحد ما اتحرق. وانا مالي يا بنتي، ما انت اللي انا نسيت اعمل ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. كنت قاعده مع هرمس على فكره، نسيت اعمل ايه؟ يعني ينفع كده؟ هو اللي ينفع ده عشان اعتمد عليكي في حاجه واحده تبوظيها؟ يا بنتي انا قلت لك نسيت اعمل ايه؟ انت إيه؟ انت ما بتشوفيش حاجتك ليه؟ مش ده اكلك، مش ده طبيخك، شوف حاجتك. هو انا مش قلت لي خلاص ماشي ده مسؤوليتي؟ نسيت اعمل ايه؟ انا مش ملزمه بحاجتك، ماليش دعوه. مش ملزمه بحاجتي؟ يعني انت مش هتاكلي؟ لا مش هاكل. نام. شايفاك متجه عند المطبخ، فيه تعالى يا ابني تعالى اشهد بالله عليك. هي دلوقتي نزلت تطبخ ومش تشوف اكلها للاخر، هي قالت لي اطفي عليه وانا نسيت. اعمل ايه بقى؟ ادخل ياكل. ها كلب الاكل محروق اهو. ولا همه. يعني اتحمص شويه، هو ما اتحرقش على فكره. اتحمص انت شايف الاكل شكله ايه؟ ها بالله عليك طعمه محروق. هو ايه اللي محروق؟ الاكل ماله؟ محروق؟ محروق. شفتي مش واخد باله اصلا، مش واخد باله يا حبيبتي. لسه صاحي ما فاقش لما هيفوق. انت اللي قلت لي ايه مالكم؟ مش عايزين دوشه على الصبح. قلت لها خدي بالك من الاكل. مش عايزين دوشه، ده بسكوتي، مش فاهمكم اصلا. اتفضل حضرتك. انتوا يخرب بيت ذنبكم على الصبح. خلاص اكل اللي محروق، ما الاكل بيتاكل عادي اهو. اهو شفتي اهو الاكل زي الفل، انت اللي اوفر اصلا. انا بزهق. وانت ايه الاكل اللي جوه؟ لما هو ايه نوعه؟ يعني ايه نوعه؟ مش فاهم. يعني ايه نوع الاكل اللي جوه؟ معرفش لقيت في اكل في بتاع اكلته. عباره عن ايه؟ اهو شفتي؟ ما انا قلت لك ما بيميزش ده. لو عايز اكل اي حاجه تهديني على الصبح. يعني ايه؟ يعني الاكل حلو ولا ايه؟ بالله عليك بطلي هري انت وهي. يلا بس نبدا الاسئله الاول. بص اول سؤال لآلاء اختي. انا بحس انتوا متخلفين عقليا، دي تضربوا بعض ودي تضحكوا. انا فاهمكوا والله. كل شويه بتحرق الاكل يعني. وانا مالي كده؟ نسيت. وفي ايه يعني؟ واخر واحده في الدنيا بتنسى يعني ولا ايه؟ ما نهدى بقى يا ستي. شوف انت وهي، ما خلاص ما تحرق ولا تولع دماغكم يعني. انت محسن طيب اكلك طيب. كله بيطلع سليم. نهدى عشان انا ودي مش مستحمله كلام. فنهدى على الصبح كده، هنصور الفيديو ولا تلاقي ناجله في مصور صبح. يا ابني انا ما عملتش حاجه. بقى نسكت. تعالى عشان مش طايقه اقعد جنبها. تعالى مكانها. لا والله انا اللي هطيق قوي يا حبيبتي، اقعد جنبك. قومي يا حبيبتي مع السلامه. يلا انت يرضيك ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. هو الفيديو هيبقى عباره عن ايه؟ نسيت اصلا. الاسئله بسرعه بدون مونتاج.
ده كان بيمونتاج ده حكايه عايزين جزار يشيل ام الفيديو. النهارده مجمع لكم شويه اسئله من الاخر. ايه الاسئله دي؟ قاس رجلي على كام؟ ايه مقاس رجلي على كام دي؟ عايز تسالي الناس بتسال مشكله مش فاهم ده هو لك. كل ده عشان حته فرخه يعني نسيتها على النار عماله بتجيب لي حاجات مهزله. ماذا استفادت الامه يعني ايه السؤال ده بجد يعني؟ هم سالوا ما جماعه اللي عايزين يعرفوا مقاس رجلي كان 38 39. عامل الجزمك اللي سال السؤال ده ده السؤال اصلا بتطيق يا لهوي. بقول لكم ايه؟ طب اتفضل يلا يا نمر. السؤال بيقول مقاس رجلك ايه يا كام؟ قول لهم دلوقتي مقاس رجلك كام؟ يلا 39 40 عادي يعني. فترة الحملة طبيعي بيجب يعني انا صغر في رجلي هاخد جايزة العالم في تصغير الرجل حافظة يعني مقاس رجلي؟ والله حافظة تقولوا ده عشان تضايقني تلبسي جزم جوزك اذا كان هو مقاسه اهو بتلبسيه ولا حاجه الكبيره قوي دي 42 نمرة انا عايزه افهم انا بتكلم معاها باسلوب مش كويس هجيب لك غيره هجيب لك قلت هجيب لك غيره خلصنا في ايه هتجيبي لي ايه يعني ما خلاص بقى قلت لك هجيب لك نمرة خلاص انت زهقتني انت قاعد بتدافع عنها ليه هو انا فتحت بقى اصلا قمر ده مول حلو قوي الطقم ده عليك يجنن اتفضلي انت ايه رايك في انت جميله على طول انت جميله على طول والله تحفه يلا يا والتيشيرت الثاني من حلو قوي برضه التيشيرت بتاعك جامد تصدقي ماتشنج معانا لونه حلو تصدق احنا درجات البحر تحس والله العظيم عارفه دماغكم حرفيا يا ابني ده مش عارف تفكروا ازاي يا ابني ده الطبيعي بتاعنا 200000 يعني انا لو بتكلم مع اخويا بالطريقه دي احنا يعني اخر القعده هكون في حد فينا ميت احنا على طول على طول السؤال الثاني ايه اكتر عيب شفاف ايه ولا بتعاير ولا بتزل ولا بتضايق الواحد ولا كل ما شاء الله الحاجات دي بتتنزل اي بيت لازم كل واحد في البيت بيبقى مشهور بحاجه معينه ايه اكتر حاجه انا مشهوره بيها الحرق محروقه يعني يلا محروقه لا لا الحرق اللي هي بتحرق الاكل ايه ايه اكتر حاجه مشهوره بقى في البيت مفيش حاجه بشتريها جديده غير بتاخدها لبسي وشنطي والميك اب بتاعي كل حاجه جديده انا عمري ما خدت منها حاجه انا عمري لبست طقم من عندها مثلا بتلبسي حاجتي اخر مره شفتيني بطقم عندك لسه لسه لابسه الشنطه بتاعتي من يومين ها شنطه هو ده بقى لبسك وطرحك وبديكي اللبس بتاعي صح والله يعني ايه يا نمر يعني ايه ما تتكلم مش انا لسه مش لسه مطلع لك البلوزه بتاعتي النهارده وقلت لك البسيها قلت لي لا لقيتك لابساها مش عارفه كنت بصور بيها حته فيديو لقيتها شكلها وحش قوي ومترميه نعم بتاخدي حاجتي ليه يا حبيبتي طيب انا حره يعني ايه حره لاقي حاجتي ما انا اللي دافعه لك فلوسها والله هتاخدي كل حاجتي فلوسها مش فلوسها بتاخدي حاجتي برضه لا لا بجد انت بقيتي مستفزه بقى لا لا انت مش طبيعيه بقى النهارده ايه اقوم لك يعني انت بتقولي لي ليه حبيبتي انا عملت فيكي حاجه انت اللي مستفزه سامع يا نمر سامع اللي بيحكي احترمي يا والله شوف انا بضرب المخده وبضرب الازايز والبتاع ده مش طبيعي يا رب الفيديو يكون عجبكم باي باي.